في هذه اللحظات تمت انطلاقة الشوط التاسع في المجموع، وطريق الكاميرا يا شباب، طريق الكاميرا. الشوط الثالث للبكارة، التأهيل اللي في أول المراكز في هذه اللحظات الشاهينية للسيد راشد بن علي. المقارح في أول المراكز، أما في ثاني المراكز اللي واصل حديث الهودة للسيد سعود بن فهد الدوسري، وفي ثالث المراكز اللي تسللت لثاني المراكز في هذه اللحظات هذه الدوحة للسيد حمد بن محمد العذبة. في هذه اللحظات في ثاني المراكز ثالث المراكز شعار السعد، هذه مزاحة للسيد مسعود رقم 11، هذه مزاحة للسيد مسعود الحريري. وفي الشوط الماضي اللي في ثاني المراكز هذا هو الباز للسيد فهد بن قريع المري، نقول تهانينا والناموس القعود اللي في ثاني المراكز اللي كان عليه الظروف للاهلي، هذا هو الباز للسيد فهد بن قريع المري، نقول تهانينا والناموس اللي في اول المراكز في هذه اللحظات وتسللت، هذا هو شعار العذبه، هذه الدوحه للسيد حمد بن محمد العذبه في هذه اللحظات. اما في ثاني المراكز هذه شاهينيه للسيد راشد بن علي المقارح، في ثالث المراكز وتسللت هذه شاهينيه للسيد حمد بن راشد الذعبي في هذه اللحظات، حمد بن راشد الزعبي في اول المراكز وسلل وانتزع المركز الاول منذ ال 200 متر الاخيره، نقول تهانينا والناموس لو لم يكن لبن طينا راي اخر، ولكن واصلك محمد حمد بن محمد العذبه في هذه اللحظات في ثاني المراكز، ولكن راح الزعبي راح هذه الشاهينيه للسيد حمد بن راشد الزعبي، نقول تهانينا والناموس على هذا الفوز. اما في ثاني المراكز اللي وصلت هذه الدوحه للسيد حمد بن محمد العذبة في ثالث المراكز الشاهينية للسيد راشد بن علي المقارح، تهانينا والناموس لجميع الإخوة الفائزين. التوقيت الزمني لهذا الشوط دقيقتين و16 ثانية و89 جزء من الثانية، تهانينا والناموس.